للوقوف على آخر تطورات فاجعة الحمدانية، انضم إلينا من هناك مراسلنا محمود الجماس. محمود، مساء الخير. يعني مطالبة عوائل ضحايا المصابين والضحايا بإنزال القصاص بمن كان السبب في هذه الفاجعة، وفي ضوء نتائج التحقيق التي خرجت بها اللجنة التحقيقية، كيف كانت ردود فعل الأهالي الضحايا والمواطنين في نينوى عموما؟ في قناة التغيير نحن الآن من أمام الكنيسة في وسط قضاء الحمدانية. أعلن رجال الدين من داخل هذه الكنيسة بعد صدور نتائج التحقيق عن عدم رضاهم على هذه النتائج، وقالوا أن التحقيق غير منصف، وطالبوا بإعادة التحقيق، ووعد رجال الدين بتصعيد كبير خلال الساعات القادمة إن لم يكن هنالك إعادة للتحقيق والخروج بنتائج منصفة ونتائج تصف حجم الكارثة والمأساة التي حلت بهم على حد قولهم. عموما نستطيع أن نقول أن رجال الدين وهنالك يرفضون هذه النتائج، وهنالك رفض واستياء من عوائل الضحايا لنتائج التحقيق التي صدرت. وعدت الكنيسة أيضا بقرارات قادمة في الساعات المقبلة، لا نعلم ما هي، ووعدتنا بإطلاع وسائل الإعلام عليها، وسننتظر هنا إلى حين معرفة ما الذي ستؤول إليه الأمور، لكنها تتجه نحو التصعيد وتتجه نحو وجود مواقف أخرى ستتجاوز مجالس العزاء، ربما تصل إلى الوقفات الاحتجاجية والتظاهر أو حتى الاعتصام. طيب، ما هي آخر التطورات فيما يتعلق بأعداد الضحايا والمصابين؟ يعني فيما يخص حصيلة الضحايا، وصل العدد تقريبا إلى 110 قتيل، هنالك أيضا حالات حرجة في المستشفيات، لدينا ما يقارب 41 إلى 43 جثة مجهولة الهوية. هناك فريق من الطب العدلي من بغداد وصل إلى الموصل قبل يومين، يعمل على أخذ بصمات وراثية وتحليل الدي ان اي من أجل معرفة عائدية هذه الجثث. الجثث بينها أيضا 5 جثث تقريبا هي مقطعة إلى أشلاء يعني وليست كاملة، ولم يتمكن أحد من التعرف عليها. أما حالة الجرحى، هناك تقريبا 14 جريح نقلوا إلى تركيا للعلاج خارج البلاد، والباقين موزعين ما بين مستشفيات الموصل ومستشفيات إقليم كردستان. محمود الجماس مراسلنا من نينوى، شكرا جزيلا لك.